عم بحرك. نحكي في عم بحرك اليوم على الشط العقلة الموجود في مدينة جرجيس. جرجيس اللي تتميز بطول سواحلها اللي توصل لعشرات الكيلومترات، وتتزين شواطئها بالنخيل. ميزة شواطئ جرجيس إنه أغلبها رملية وبحرها ما فيهش موجات وتيارات بحرية قوية. شط العقلة واحد من أهم الشواطئ التونسية، باعتبار إنه العقلة هي أهم المواقع السياحية في الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. شط العقلة كما أغلب شواطئ جرجيس شط العائلات والأقارب والحبيبات. يجيوها الجرجيسية باش تتلم فيه العائلات على أحلى سهرية، ليزور ويدوخ في لونه نظيف كالبلارة، لتشوف فيه لوسخ ولا فضلات كان النخلات مضللين على العبيد. شط العقلة اليوم ولا من أكثر الشواطئ لتجلب السياح، يعوم فيه السايح مرتاح محروس ومأمن، ومع أولاد البلاد يكون ديما مطمن. ما لكن ما زرت الشط العقلة، إيجا أعمل طلة وبموجته وبرملته اتسلق عوم بحرك.